السلامه ديالنا بعد عندكم وحشنا البلاد. ايوا المهم جينا مخير وناس سبحان الله العظيم. اول مره يعني السفر يجي من تما يعني نورمالمون من برشلونه. هاد المره عملوا من خير ونا طنجه يعني مزيانه ورخصت علينا بزاف ديال الوقت وهادي واستقبلونا تبارك الله اللي تما باتاي الحلوى وداك الشيء الخير ديال المغاربه اللي معروف. ايوا زينا تبارك الله كل شيء مزيان. مسائل ضخمه ماشي بزاف صراحه ساعه ونص قلت على قول ساعه قاعد الجو ما بين نص ساعه اخرى نص ساعه نزول وطلع وخرج دخول كل شيء مضخم والله العظيم الصراحه ملي دخلنا من الباب وما استقبال وداك الشيء الدقه مراكشيه وهذه وداك الشيء داس تبارك الله. اول مره في التاريخ يا اخي سبحان الله العظيم اللي انا الوالد قلت له واش قلت له قطاز مخيرونا قال لي غريبه ما كاينش قلت له سي سبحان الله العظيم راه النزار اول مره والله العظيم. خيرونا الطنجه جاتني قريبه وسهله وما فيهاش صاير بزاف ماشي بحال انا ساكنه في لاسكالا وكنمشي تال في برشلونه البعد عليا بزاف فهمتي. دابا جاتني زوينه الله يثبت العمل والله يستر والله يحفظ الجميع الله يبلغ المقصود والله الا لا ما مزيان هذا الشيء هذا عجبني. جينا مريحا مريحا انا الطياره كتعجبني احسن من الكار ولا الترن. كنت كنمشي لبرشلونه كنجي مع هذا وبعض المره كنا نركبوا في الكار وبعض المره كل مره وكيفاش كل مره وكيفاش ولكن دابا هذه زعما عجبتني بزاف سهلت الامور على عباد الله. مزيان بخير على خير. مده الرحله دازت واحد ساعه و40 دقيقه والاجواء صراحه الله كتماك هنايا استقبال رائع وبالنسبه للعربيه دارت هذا الفواياج جديد من جيرونا كنا كنتسناوه صراحه صافي لونتون لان كنهودو حتى لبرشلونه جوج سوايع الترن جوج سوايع الاستقبال كنتعطلوا بزاف. دابا الحمد لله قريب لينا وكنشكروا العربيه وكنشكروا البلاد ديالنا الحمد لله الاستقبال ديالهم وجزاكم الله خيرا بزاف بزاف. بحال اللي قلت لك كنا كنهودو برشلونه جوج سوايع في جوج سوايع اربع ساعات دابا لا دابا ساعه كافيه باش تمشي لمطار خيرونا اللي قريب لخيرونا بواحد ربع ساعه المكانه والحمد لله صراحه الله حتى الرحله ساعه 40 دقيقه ما كتحسش ما بين قهوه تقرا شي حاجه الحمد لله كتوصل والامور بارك الله فيك شكرا بزاف. كنت من المدعوين لهذا ليفينمون اللي فريمون زوين واللي العربيه تلقوا فيه خط جديد من خيرونا نيشان لطنجه وصراحه هذا الخط غيكون مفيد لبزاف ديال الناس من ناحيه ديال الوقت المجهود وبزاف ديال الحاجات. كنشكروا العربيه دائما كتفكر في الناس ديالها وكتفكر باش توفر لهم سبل الراحه وتبارك الله ليفينمون داز زوين الناس عجبهم الحال.